عبرنا أحد مداخل نابلس متوجهين إلى قلقيليا. لدى وصولنا حاج السرة اضطررنا إلى استخدام حمير القرويين، فوضعنا أمتعتنا على الحمير وسرنا نزولا باتجاه المنحدر. في أسفل الطريق أوقفنا الجنود ثانية وأمرونا بالعودة، وهدد أحد الجنود بإطلاق النار على الحمار الأبيض إذا ما رآه ثانية على الحاجز. لم أتجر على إخراج آلة التصوير وعدنا مع الآخرين، وانطلقنا عبر التلال في منتصف يوم من أيام الصيف الحار، وسرنا مدة ساعة ونصف لتجنب الجنود ولنقطع مسافة كان بإمكاننا تجاوزها بالمركبة في غضون دقائق قليلة. كانت غايتنا من هذه الرحلة رؤية الجدار العازل الذي أثار جدلا حتى في تسميته. هنا فيش طريق، هنا بتنزل عليهم نزول، هاي بتواجههم على راس الجبل، هاي المناطق ما احنا عارفينها كلها. تعلمنا اياها. قديش بدنا نبعد هيك؟ خلاص هسه بننزل هيك هسه بنروح. اللي بكى بعيدين عنهم. قديش بدها؟ مشي. يعني ساعة زمان. ذبحنا ها الساعة ساعة ساعة ونص منا، بس ما يمسكوناش الجيش. ها ها أبو سمير يلا سكوا بلاش يوقفوا هون بالكوربة، وقفوا في الكوربة. ها يلا أعطينا خرط كتير ناخذ نفس. في الشتوية عرك الخضرة بيعيشش من الرطوبة والحشرات، وفي الصيف هذا هو سكر الهواء والفضاء علينا. الشجر ما خلوا شجرة زيتون ولا شجرة تين ولا برتكان ولا حاجة، كله خلعوه، كله خلعوه يا أخوي. الشجر ما خلوا إشي. عنينا عمين يا أخوي، ما هو كلبنا بعيط لما نشوف هالشفات، بناش نعيط. الله بخلص الحق، ما فاتنا ولا حيل يا أخوي، الله بخلص الحق. طب لقي حالي زهقانة ومتضايقة، فيش مكان أروح فيه، فبحط حالي وبقعد بقعد أشتغل. بلاقي حالي وأنا بعد بشتغل مع الزهق بصير أعيط، بصير أمسك الحاجة بدي ألطخها بوسط الأرض، بصير أتفشش. بس أغلبية يعني بضل باستمرار طول ما أنا قاعدة وأنا بشتغل، وأنا أضل بعيط بقعد بيني وبين نفسي وأفكر في الوضع وأفكر في الأولاد وأفكر في حالي وأفكر برضه بجوزي. فبعاود بلاقي حالي إني مش قادرة أتحمل يعني الوضع هذا بالمرة. أنا زبدك علي ضيقت من كل الدار، من كل المنطقة اللي أنا عايشة فيها، كأني قاعدة شو بدي أقول لك في قبر.
أنا نفسي ببقى أسأل نفسي إن استمر الوضع هيك شو بدي أعمل. أحيانا بروح بقعد على التربة زي ما بقولها لأولادي، يمكن أنا هيك بتخطر على بالي بقولهم بدي أروح أقعد التربة بلدي، رح يمكن بلاقيها مش عارفة، خلص بشعر إني رح بدي أترك البيت وأروح أقعد على التربة، يعني على الموات عند الموات. أنا كل إشي بفكر فيه موت، إني أموت وبس. أما أفكر بالمستقبل في حياة هذا كله لغيته من حياتي، كله لغيته، ما بدي، ما ضل ليش مستقبل، ما في مستقبل، بضلش لآخر العمر هذا الإشي ما بنتسى ما بتصلح، خلاص يعني ما بفكر إلا بالموت، إني أأمن بنتي وبعديها أموت، هاي يعني. מי יכול להביא לנו אותה ברכב אחר את הילדה? אני אביא אותה בסופו של דבר. עכשיו אבל. גם מישהו מקדימה עובר מקדימה. انت حواسك تفعلي؟ اه انا بكتر وانا ليش حواسك تفعلي جدي؟ اني تعرضنا الضرب عندك مجرد مني الله عبدالله.